تعالوا نشوف جرائم البشرية. أي واحد تسأله يقول لك جرائم البشرية الأولى، يقول لك قابيل قتل هابيل. غلط غلط. أول جريمة حصلت في البشرية كلها هي الكبر. الكبر عندما رفض إبليس أن يسجد لآدم، وكانت حجته خلقتني من نار وخلقته من طين، اسجد له ازاي؟ فأي واحد يفتكر كده كبره جزء من إبليس، دي أول جريمة. تاني جريمة كذب، برضو اشترك فيها إبليس لما كذب على سيدنا آدم. كذب عليه، قال له ألا أدلك على شجرة الخلد؟ كذب. لا وكذب عليه، ده الفظاعة. كذب عليه اسم الدين، باسم الدين، يعني كذب عليا بأن أنا هخش الجنة، ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فالكذب. ثالث جريمة الغيرة اللي قابيل قتل بها هابيل. والله لو دققت شوية تلاقوا جرائم البشر كلها والشعوب يا غيرة يا كذب يا كبر. مفيش حاجة رابعة. شوف انت غلطتك وانت ماشي كبر. طيب انا استاذ في كلية الطب، وافتكر ان انا استاذ في كلية الطب طول ما انا ماشي بقى. لا يا حبيبي، لا انت استاذ في كلية الطب، في كلية الطب انما طلعت ركبت عربيتك انت زي سواق التاكسي بالظبط بالظبط. انت بقى بكبرك تعتقد ان لازم الطريق يخلالك، وانت محدش يكسر عليك ومحدش يزمر لك، فضغطك يعلى. الكبر، الكبر ضيع الدنيا. يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. اللي عايز المثل الجيد جدا جدا، نشوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان الناس بتعامله زي هو بيعملها ازاي. بس حذاري من الكبر، حذاري ان هو يتسلل الى نفسك دون ان تشعر، زي السرطان دون ان تشعر، يفضل لحد ما تبقى شخص متكبر. متكبر ليه؟ تعالى كده نرجع للطب. اللي عنده شلل نصفي او شلل في الجهاز العصبي بيدور على نفسه ويتبرز على نفسه وعايز خمسة يخدموه. عارف ده حصل ازاي؟ الصفائح الدموية نص مليون في الملي، نص مليون في الملي المكعب، نص مليون، 10 صفائح لزقوا في الشريان بقى يدول على نفسه. كبر ايه؟ اقول لك ب5 صفائح دموية غلطوا وتلموا وقفلوا ولموا اللي حواليهم وقفلوا الشريان. بقيت سيادتك عايز 5 يخدموك. كبر ايه وانت شايف ملايين الناس معاها فلوس وما شافش طعم السعادة؟ هي السعادة في فلوسك ولا في زوجتك ولا في عيالك؟ لا، السعادة دي هدية ربنا بيديها لك كده، بيديها لك، بس مش هدية المتكبر بتاتا، لأن الكبر هي أول جريمة في البشرية.